بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على رسول الله. يشرفني على الوادي ان اكون معكم في اللقاء الثالث من ماده القانون الجنائي مع التعمق لاستاذنا الدكتور اشرف توفيق شمس الدين، المقرر الدراسي للدليل الجنائي الالكتروني، دراسه مقارنه. وزي ما احنا عارفين ان اللقاء النهارده مراجع على الباب الاول بطريقه الصح والغلط مع التعليل، وفي نفس الوقت هنتكلم برضو عن بعض الاسئله المقاليه في صيغه سؤال وجواب. تمام، وهنبدأ النهاردة الأسئلة بتاعتنا من خلال سؤال الصح والغلط مع التعليل زي ما احنا عارفين. وهنبدأ بالدكتور دكتور أحمد. دكتور أحمد معانا، السؤال بيقول: بين مع التعليل مدى صواب أو خطأ العبارات الآتية، وفي حدود 5 أسطر في كل عبارة، عشان برضه يبقى عندنا مساحة من الوقت نتكلم براحتنا ونشرح براحتنا. بس هو السؤال دايما بيجي بالطريقة دي على اساس يبقى احنا عندنا اجابه مختصره ومفيده في حدود 5 أسطر. السؤال الاول بيقول: هناك صله بين تطور وسائل الاتصال وتقنيات المعلومات وبين القانون الجنائي، هل السؤال صح او غلط او العباره ليست صحيحه على الاطلاق؟ اتفضل دكتور احمد. العبارة صحيحة؟ ألو، معايا يا دكتور عم؟ تمام يا دكتور احمد، التعليل بقى فين؟ اتفضل. التعليل من حضرتك إن الأجهزة الإلكترونية أو الأجهزة الإلكترونية عموما يعني اتطورت واتسع نطاقها في الفترة الأخيرة اتساع واسع، لدرجة إن هي ما كان محدودا في اليوم صار غير محدود في الغد. وعلى سبيل المثال مثلا ان احنا دلوقتي بقى عندنا الساعه الرقميه، وبقى عندنا اجهزه المحمول واجهزه الكمبيوتر العادي والكمبيوتر اللوحي والثلاجات الذكيه والاجهزه المتعدده اللي بتستخدم الالكترونيات يعني في تشغيلها، في نظام تشغيلها. تمام يا دكتور احمد، الاجابه صحيحه طبعا، بس يعني احنا عايزين نقول يعني اجابه نموذجيه شويه. تمام، زي ما حضرتك الاجابه صحيحه. فزي ما احنا قلنا طبعا ان وسائل الاتصال الحديثه اللي حضرتك قلتها والاجهزه الرقميه بتعد من وسائل الاتصال الحديثه، زي الهاتف المحمول وغيرها من الاجهزه المشابهه زي ما احنا قلنا، زي الكمبيوتر المكتبي او اللابتوب او التابلت. زي ما احنا قلنا تعبير الكمبيوتر يشمل الهاتف المحمول واللابتوب او التابلت. تمام، وقلنا طبعا قسم الاجهزه الالكترونيه زي ما حضرتك قلت كده، زي جهاز الكمبيوتر والكاميرات اللي مرتبطه في المحلات، يعني من السهل ان هو يسرق طرقها، وبالتالي يمكن استخدامها كاداه للتنصت والمراقبه على اي شخص عادي. تمام، سواء كان محل المراقبه او غير موجود في محل المراقبه طبعا. تمام، وقلنا برضو ان التقدم برضو كان بيمد اجهزه الضبط والتحقيق اللي هو مامور الضبط القضائي وجهات الضبط زي النيابه العامه وجهات القضاء الجنائي بوسائل متقدمه للتنصت والمراقبه الالكترونيه، زي ما احنا شفنا وقلنا قبل كده ان هناك صله بين وسائل الاتصال وتقنيات المعلومات دي، وثوره المعلومات ادت الى وجود صله بين القانون الجنائي ووسائل الاتصال، وبناء عليه ان احنا يمكن نصور شخص في اماكن عامه او خاصه عشان اقدر اعرف ان الشخص ده موجود على مسرح احداث معينه او عدم وجوده على مسرح الاحداث، وبالتالي يمكن التنصت على جهاز الهاتف المحمول حتى لو كان مغلق زي ما احنا شفنا قبل. تمام، وكده يبقى احنا خلصنا السؤال الاول. السؤال الثاني بيقول: يختلف الدليل العادي عن الدليل الالكتروني في كثير من الامور، هل العباره صحيحه ام خطا ام العباره ليست صحيحه على اطلاقها؟ وده سؤال خاص بالدكتور ايهاب. اتفضل دكتور ايهاب. يا دكتور عمرو، الإجابة حضرتك صحيحة. تمام يا فندم، تعليق بقى. لأن الدليل العادي يجوز إثباته عن طريق مثلا إيه المستندات اللي هي الأدوات أو الأوراق اللي هي إيه ملحوظة أو سهلة الحصول عليها، ولا تحتاج لخبرة فنية لاستنتاجه. تمام يا دكتور احمد، بس احنا عايزين نقول يعني اجابه دقيقه شويه. فاحنا قلنا ان في وجود خلاف بين الدليل العادي والدليل الالكتروني في نقطتين. النقطه الاولى ان احنا قلنا الدليل العادي بيترك اثر مادي يدل عليه، زي ما احنا قلنا زي مامور الضبط القضائي اللي بيقوم بضبط سلاح مع شخص متلبس او بشخص متعاطي مخدرات،
وفي الحاله ديت او شخص بيستخدم مثلا عمله ورقيه بيقدمها لشخص مرتجي، تمام، او ورقه مزوره بيقدمها كمستند في قضيه او اي مستند او اي دليل بيؤدي الى وجود اثر مادي. اما بقى زي ما احنا قلنا ان الدليل الالكتروني زي ما احنا عارفين ما بيتركش اثر مادي، تمام. وان كنت اختلف مع الدكتور في هذه النقطه ان الدليل الالكتروني ممكن ان هو يترك اثر مادي، ولكن انا بعتبر ان الاثر اللي بيتركه الدليل الالكتروني ده اثر رقمي، على اساس ان الشخص اللي هو بيقوم بالاعتداء والتعدي على موقع اخر او كمبيوتر محمول او هاتف محمول بيترك اثر عن طريق الاختراق دوت، ان الشخص المختلط او الهاكر دوت بيترك اثر رقمي، على اساس ان هو البرنامج او الهاتف المحمول او الكمبيوتر دول بيقوم بتسجيل دخول الشخص الاجنبي او اللي هو الشخص الهاكر او المختلط دوت، وبيترك ملفات يمكن عن الخبير المتخصص عن طريق الادله الجنائيه الرقميه معرفه باختراق ودخول هذا الجهاز الكمبيوتر او الهاتف المحمول من خلال الاثر الرقمي اللي بيتركه الشخص المختلط للهاتف المحمول او الكمبيوتر العادي، تمام. وقلنا طبعا ان الاثر او الدليل الالكتروني اللي هو الدليل الرقمي بصفه دقيقه يعني بنقول هو عباره عن مجموعه من النبضات المغناطيسيه والكهربائيه، تمام. وان الدليل المادي دوت يمكن ادراكه طبعا بالنظر، زي ما احنا شفنا ان انا ممكن بنسميه اللي هو الدليل التناظري، على اساس ان انا ممكن اطبع بعض الملفات على ورق او اعرض بعض الملفات الفيديوية او الصوتيه عن طريق التسجيل او المسجل العادي او عرض الفيديوهات عن طريق الداتا شو امام شرطه التحقيق او القاضي الجنائي، تمام. وقلنا طبعا ان الدليل الالكتروني بيحتاج الى اجهزه ووسائط عشان اقدر اعرف انسخها او اسجلها على اسطوانه سي بي او اسمعها عن طريق المسجل. وقلنا برضو النقطه الثانيه اللي بتفرق الدليل الالكتروني عن الدليل العادي نقطه التفتيش. قلنا ان الدليل العادي دوت على اساس ان انا بفتش مكان معين بعد صدور اذن من قاضي مختص، بقوم بتفتيش المكان دوت بناء على الاذن الصادر من القاضي المختص، وده بيتم على مره واحده. اما الدليل الالكتروني بيتم على مرحلتين. المرحله الاولى هي مرحله دخول المكان بعد صدور الاذن طبعا وضبط الجهاز المراد تفتيشه والتنقيب عن الدليل الالكتروني عليه، والمرحله الثانيه بعد كده بقوم بفحص الدليل واستخلاص الدليل الالكتروني من الجهاز المطلوب او محل الضبط، تمام. ودي اهم نقطتين ان انا اقدر افرق بين الدليل العادي والدليل الالكتروني، وهي النقطه الاولى ان في وجود اثر مادي، والنقطه الثانيه اللي هو التفتيش وبيتم على مرحلتين في الدليل الالكتروني، والدليل العادي بيتم على مرحله واحده بناء على استصدار اذن من القاضي والدخول الى المكان المأذون بتفتيشه بطريقه مشروعه. وكده احنا خلصنا السؤال الثاني وهننتقل للسؤال الثالث. السؤال الثالث بيقول بقى هل تعتبر المعلومات هي الماده الخام التي تشكل مصدرا للبيانات وكلاهما لا غنى عنه الاخر، هل العباره صحيحه او العباره خطا ام العباره ليست صحيحه على الاطلاق؟ السؤال خاص بالدكتور احمد، اتفضل يا فندم، اتفضل دكتور احمد. العباره خاطئه طبعا. الو تمام دكتور احمد، التعليل معلش. التعليل طبعا هو العكس، هي البيانات هي اللي بتبقى مصدر او هي الماده الخام للمعلومات، اللي هي البيانات اللي بتبقى عباره من مجموعه من الاكواد والشفرات اللي هي بيتم تجميعها مع بعضها، في الاخر نتيجه هذا التجميع بيتم ان هي تبقى في صوره معلومه. وتقريبا القانون الالماني بيستخدم في كل مواده كلمه البيانات، وما بيستخدمش كلمه المعلومات الا في حاله ان هي يعني يستخلص معلومه يعني. اما الجزء الاخير ان هو لا غنى لكلاهما عن الاخر، الجزء ده طبعا من السؤال صحيح، يعني ان لا غنى عن المعلومات عن البيانات او البيانات عن المعلومات. اجابه ممتازه جدا، شكرا دكتور احمد. وهنشوف بقى الحل النموذجي للسؤال الثالث زي ما احنا زي ما قال دكتور احمد كده، في الصيغه النموذجيه للاجابه على السؤال دوت زي ما قال دكتور احمد طبعا اجابته ممتازه جدا. شوف يا دكتور احمد، زي ما احنا قلنا طبعا ان البيانات هي اللي بتبقى الماده الخام اللي بتشكل وبتعتبر مصدر للمعلومات زي ما احنا قلنا، وكلاهما لا غنى عنه.
ولكن طبعا البيانات دي بتشكل مدخل للمعلومات، زي ما احنا قلنا، عشان اقوم بتحليل البيانات دي وتوصل المعلومات، في عندنا مدخل للبيانات دي، وبيتم تحليل البيانات دي عن طريق البروسيسور زي ما احنا قلنا ان هو المعالج الالكتروني، ويتم التحصل على المعلومات بناء على معالجتها عن طريق المخرج للبيانات بعد معالجتها زي ما احنا قلنا. وزي ما احنا قلنا طبعا التعبيران طبعا اللي هو البيانات والمعلومات دول هم تعبيران مترادفين زي ما حضرتك قلت كده فعلا، والقانون الاجراءات الجنائي الالماني بيستخدم التعبير البيانات ده بصفه اساسيه على اساس برضه ان هو ده تعبير واسع، وما بيستخدمش تعبير المعلومات الا بمناسبه معالجه البيانات فقط. وبكده يبقى احنا خلصنا السؤال الثالث وهننتقل للسؤال الرابع. السؤال الرابع للدكتور إيهاب، السؤال الرابع بيقول: هل الأجهزة الرقمية تحتوي على أدلة أضيق نطاقا من غيرها من الأجهزة؟ دكتور إيهاب حضرتك يا معاك، دكتور عمرو، اتفضل. لكن للأسف المعلومة مش حاضرة معايا دلوقتي، لو تكرمت ممكن حضرتك تشرحها لنا يعني. تمام يا فندم، مفيش مشكلة. زي ما احنا قلنا طبعا هتبقى العبارة هنا خطأ طبعا، لأن احنا عندنا أنواع متخصصة من الأجهزة المحمولة زي ما احنا قلنا، زي مشغل الموسيقى الرقمي اللي هو الام بي 3 أو الام بي 4 طبعا، وقلنا في حاجة اسمها عندنا قارئ الكتب الإلكترونية زي ما احنا شفنا، اللي هو عن طريق بعض المواقع أقدر أتصفح الجرائد عن طريق قارئ الكتب الإلكترونية دي، أو المواقع الإلكترونية زي بعض المواقع الصحفية اقدر ادخل الموقع ده واسمع للبرنامج دوت اللي بيقوم بتحليل الكلمات وسماعها عن طريق الصوت. تمام، وزي ما احنا قلنا برضو ان بعض التقنيات المعلومات بتمتلك عباره عن يعني طرق لاسلكيه يمكن ان انا اقدر استخدم البيانات دي من الكمبيوتر مباشره اللي هو الكمبيوتر المركزي طبعا. وفي عندنا بعض الاجهزه الرقميه اللي بتحتوي على ادله اوسع نطاقا من غيرها من الاجهزه، وطبعا على اساس برضه ان البيانات يمكن الحصول عليها من اماكن او مصادر مختلفه بتختلف من مكان لاخر. تمام، شكرا للسؤال. هننتقل بقى للسؤال الخامس معانا الدكتور احمد، وهنتكلم عن السؤال الخامس عباره عن الدليل: هل الدليل الالكتروني اضيق نطاقا من بدون المصادر الالكتروني؟ هل العباره صحيحه او العباره خطا ام العباره ليست صحيحه ولا خطا؟ العبارة طبعا خطأ، لأن الدليل الإلكتروني أوسع نطاقا من المساند الإلكتروني، لأن الدليل الإلكتروني قد يستخدم في إثبات وجود الجاني على مسرح الجريمة، ويعني استخداماته أوسع من المساند الإلكتروني عموما يعني. تمام يا فندم، شكرا جدا يا دكتور احمد. هنشوف بقى الاجابه النموذجيه. زي ما احنا قلنا الدليل الالكتروني هو اوسع نطاقا فعلا، يعني الاجابه خطا على اساس طبعا ان المستند الالكتروني ده زي ما احنا قلنا ان هو مستند له اهميه في التجاره الدوليه طبعا زي ما احنا قلنا، وبعض التشريعات بتساوي بين المستند الورقي والمستند الالكتروني لتسهيل برضه التجاره الدوليه. وزي ما احنا قلنا برضه ان الدليل الالكتروني ما يشترطش فيه ان هو يكون موقع ماديه لاهميه في الاثبات، ولكن برضه ممكن يكون له اهميه واقعيه في الاثبات، بيعتبر كقرينه على زي ما احنا قلنا قبل كده على تواجد المتهم على مسرح احداث الجريمه او عدم تواجده، سواء كان بقى يعني معاه هاتف محمول او ما فيش معاه هاتف محمول، على اساس انا اقدر اثبت تواجد الشخص على مسرح الاحداث من خلال الاشارات اللي بتصدر عن طريق الهاتف المحمول وتحليلها عن طريق الشبكات الكمبيوتر، الشبكات اللي هي بتاعه الهاتف المحمول. تمام، زي ما قلنا برضو زي بعض الجرائم الارهاب طبعا، زي قام برضو بعض الاشخاص بكتابه برضو تعليق على احد المواقع الشبكه العنكبوتيه طبعا، يعني كان بيعبر عن بعض الافكار المتطرفه طبعا، وبناء عليه بعتبر دي جريمه الكترونيه عن طريق برضو نسخ التعليق ذات نفسه وعلى ورق وتحرير محضر بالواقعه، وزي ما احنا قلنا ما فيش تطابق بين التعبير الالكتروني والمستند الالكتروني. زي ما احنا قلنا ان المستند الالكتروني هو اضيق نطاقا من الدليل الالكتروني، لان الدليل الالكتروني يعتبر اوسع نطاقا من مدلول المستند الالكتروني. ننتقل بقى للسؤال السادس اللي هو بيقول:
هو يعني شبه السؤال اللي فات بس بصيغه مختلفه، يعني بيقول برضه ان المستند الالكتروني مدلول اوسع نطاقا من الدليل الالكتروني، هل العباره صحيحه ام خطا ام ليست صحيحه اطلاقا؟ والسؤال للدكتور احمد. اتفضل دكتور احمد. دكتور احمد، دكتور احمد نجم محمد سامعني، افتح المايك بس دكتور احمد. هو سؤال فني شويه هنا بس يعني مختلف الصيغه، يعني السؤال دي بصيغ مختلف، انا بحاول اوضح الصيغه اللي ممكن يجي بها السؤال. دكتور ايهاب معلش هي العبارة دكتور عمرو، للمستند الالكتروني مدلول اوسع نطاقا من الدليل الالكتروني. لا هي العبارة اللي فاتت، المعلومة اللي فاتت انا كنت سمعتها ان الشبكة كان عندي مش سليمة. انا اجابة الدكتور احمد كانت الإجابة صحيحة ولا خطأ؟ هو بس خلينا في السؤال الثالث دوت، هو نفس السؤال يعني بس سؤال ما نعم مختلف. هو نفس السؤال بس معكوس. اه بالظبط يا فندم. طبعا الاجابه خطا طبعا، زي ما احنا قلنا المستند الالكتروني هو مدلول اضيق نطاقا من الدليل الالكتروني، تمام؟ لان بيشترط في تمام المستند الالكتروني دوت ان لازم يبقى فيه ضوابط بيحددها المشرع ذات نفسه علشان اساوي بين المستند الالكتروني والمستند الورقي، تمام؟ زي القانون المصري زي ما احنا قلنا ان هو في القانون المصري بيساوي تمام بين المستند الالكتروني والمستند الورقي لتسهيل المعاملات التجاريه، تمام؟ فلا بد يبقى في ضوابط عشان اقدر اساوي بين المستند الالكتروني والمستند الورقي، وده اللي بيحددها المشرع، يعني لازم يبقى عندنا نص في القانون يساوي بين الدليل الالكتروني او المستند الالكتروني، معلش المستند الالكتروني والمستند الورقي، تمام؟ ونرجع برضه للسؤال الخامس اللي حضرتك قلت، اللي هو كان بيتكلم عن الدليل الالكتروني اضيق نطاقا من مدلول المستند الالكتروني، قلنا طبعا العباره خاطئه لان الدليل الالكتروني هو اوسع نطاقا من مدلول المستند الالكتروني، زي ما احنا قلنا طبعا ان المستند الالكتروني هو يعني له يعني اهميه في التجاره الدوليه واصبح يتساوى مع المستند الورقي زي ما احنا قلنا، هي نفس الفكره، واللي بيحدد برضه المشرع ان هو عشان اساوي بين المستند الالكتروني والدليل والمستند الورقي لابد يبقى في عندنا نص في القانون يساوي بين المستند الالكتروني والمستند الورقي اللي تسليم المعاملات التجاريه زي ما احنا قلنا، هي نفس الفكره هو نفس السؤال بس بصيغه مختلفه. يعني مره يجي يقول لك هل الدليل الالكتروني اضيق نطاقا من مدلول المستند الورقي؟ ومره يقول لك المستند الالكتروني مدلول اوسع نطاقا من الدليل الالكتروني. تمام؟ وهننتقل بقى للسؤال السابع وسؤال للدكتور احمد. السؤال بيقول هل يعتبر الدليل الالكتروني من المسائل القانونيه البحته التي لا تستلزم خبير فني بالمعنى الدقيق؟ هل العباره صحيحه ام خطا ام ليست صحيحه على الاطلاق؟ اتفضل دكتور احمد. دكتور احمد حضرتك سامعني؟ ايوه دكتور عمرو سامعك. معلش يا دكتور ايهاب، هو السؤال للدكتور احمد، دكتور احمد نجم. اتفضل اتفضل اتفضل. تفضل يا فندم. دكتور احمد نجم حضرتك افتح بس المايك وتواصل معانا. السؤال بيقول هل يعتبر الدليل الالكتروني من المسائل القانونيه البحته التي لا تستلزم خبير فني بالمعنى الدقيق؟ هل العباره صحيحه ام خطا ام العباره ليست صحيحه على الاطلاق؟ يبدو ان الدكتور احمد عنده مشكله في التواصل انت عنده بعض. طيب دكتور ايهاب معلش هنديك فرصه ثانيه. اتفضل دكتور ايهاب. السؤال بيقول هل يعتبر الدليل الالكتروني من المسائل القانونيه البحته التي لا تستلزم خبير فني بالمعنى الدقيق؟ العباره صحيحه ام خطا ام ليست صحيحه على الاطلاق؟ لا العبارة خطأ يا دكتور عمرو. ممتاز جدا. تعليل بقى دكتور احمد. دكتور ايهاب معلش. بص حضرتك طبعا انا التحليل التعليل النموذجي بتاعي انا لسه ما وصلتوش يعني في مذاكرتي، خدت بال حضرتك؟ لان انا ما جمعتش المعلومات دي عن طريق صح وخطأ، يعني المعلومات اللي عندي لسه ما وصلتش المرحلة دي، بس انا ممكن اتكلم مع حضرتك يعني لو تسمح لي بالطريقة العادية اللي انا ممكن اكون استنتجتها. اتفضل يا فندم. الدليل الالكتروني بالعكس هو ليس من المسائل القانونيه البحته، حيث انه في بعض المسائل يحتاج لخبير فني لتوضيحها وخبره فنيه لاستنتاج المعلومات
سواء من على الكمبيوتر او الجهاز اللوحي او الهاتف المحمول او تلك الاشياء يعني، واستخراجها وتوضيحها لكي تكون واضحة يعني بمعنى كده امام جهة التحقيق. إجابة ممتازة جدا، شكرا دكتور إيهاب. زي ما حضرتك قلت فعلا لكن الدليل الإلكتروني ده طبعا من المسائل الفنية البحتة وليس من المسائل القانونية البحتة طبعا. يعني طبعا تمام هو يجب إن هو على القاضي الجنائي إذا كان قدامه مسألة معروضة عليه بتستلزم خبير يجب إن هو يندب خبير. لان هو مش فني ولا عنده التقنيه اللي يقدر يتوصل بيها للبحث عن المعلومه الداخليه، بالظبط كده يا فندم، زي ما حضرتك قلت طبعا حتى لو كان وتحتاج القاضي هو خبير ان الخبير هو الأعلى. يستخرجها له ويوضعها له في اشياء ملموسه ومحسوسه والنظر يعني تكون تحت نظره يعني. بالظبط على اساس ان هو يبقى دليل تناظر زي ما حضرتك قلت كده فعلا، حتى لو كانت المحكمه هي الخبير الاعلى، ولكن طبعا بيشترط ان هو يكون الدليل مش ظاهر. يعني لو كان الدليل ظاهر زي ما قال الدكتور اشرف توفيق شمس الدين، وده رايي الخاص بالدكتور اشرف، قال لك لو الدليل ظاهر قدام المحكمه ما يشترطش ان انا اندب خبير على اساس ان المحكمه هي الخبير الاعلى، ولكن اذا كان الدليل ده ظاهر ففي الحاله دي يجب على المحكمه ان هي تنتدب خبير فني، وفي الحاله دي بتنتدب يعني خبير من الخبراء اللي هم المعتمدين في الادله الجنائيه الرقميه، وده بيبقى دليل يعني يعتبر عضو متخصص او خبير متخصص في المسائل الخاصه باستخلاص الدليل الالكتروني من المصادر الخاصه به. تمام؟ شكرا جزيلا تمام يا دكتور. شكرا. لو تسمح لي باضافه يا دكتور عمرو بعد اذنك. اتفضل يا فندم. هو القانون 175 لسنة 2018 حدد في النقطة دي بالذات، قال إن هو في عنده مجموعة من الخبراء والفنيين والتقنيين اللي هم مقيدين عنده في الأدلة الجنائية، وعنده جزء تاني ده موجود مادة في القانون نفسها، جزء تاني غير مقيدين من خارج يعني الجهاز بيتم اللجوء اليهم في حاله اذا كان زي ما حضرتك قلت كده ان الدليل يحتاج الى فك شفراته ولا يحتاج الى متخصص لاظهار هذا الدليل الالكتروني. تمام يا فندم، اضافه قيمه جدا وبشكر حضرتك يا دكتور احمد. وهننتقل للسؤال الثامن. السؤال الثامن بيقول رغم اختلاف طبيعه الدليل الالكتروني عن الدليل التقليدي الا انهما يشتركان في المدلول العام للدليل. هل العبارة صحيحة أم العبارة خطأ أم العبارة ليست صحيحة على الإطلاق؟ السؤال للدكتور إيهاب. طب دكتور إيهاب. أيوه دكتور عمرو. اتفضل يا فندم. السؤال الإجابة بيقول صحيحة. بالظبط يا فندم. السؤال بيقول رغم اختلاف طبيعه الدليل الالكتروني عن الدليل التقليدي الا انهما يشتركان في المدلول العام للدليل. طبعا الاجابه صحيحه، بس التعليل بقى يا فندم اتفضل. ان هم في النهايه يعني بيأدوا النتيجه واحده اللي هي في اثبات الدليل امام المحكمه يعني خدت بال حضرتك؟ رغم اختلاف طبيعة الدليل الإلكتروني عن الدليل التقليدي إلا أنهما يشتركان في المدلول العام للدليل. بالظبط كده زي ما حضرتك قلت فعلا يا فندم، بالرغم من اختلاف طبيعة الدليل الإلكتروني عن الدليل العادي أو الدليل التقليدي طبعا إلا أنهما يشتركان في المدلول العام للدليل. زي ما حضرتك قلت كده فعلا. وأدوا نفس النتيجة. بالظبط يا فندم. زي ما حضرتك قلت إن الدليل الإلكتروني عبارة عن معلومات بيكون مستقرة، بيكون الهدف منها ان انا اربط بين اشخاص واحداث في اماكن وازمنه معينه، وبتقيم علاقه سببيه بينها وبين وقائع اجراميه معينه بالفعل على تواجد شخص معين على مسرح الاحداث او عدم تواجده على مسرح الاحداث. بالظبط كده يا فندم. وبالرغم من المدلول المشترك بين الدليل الالكتروني والدليل التقليدي الا ان برضه المدلول الدليل الالكتروني بيعتبر اكثر اتساعا وبيكون اكثر حساسيه بالنسبه للشخص، وبيتصل برضه بانه دليل متنقل. احنا بنتكلم عن الدليل الالكتروني على اساس ان هو دليل متنقل زي الهاتف النقال كده بيتنقل مع الشخص من مكان لاخر، وطبعا بيحتاج الدليل الالكتروني طبعا الى تدريب وادوات
على اساسها اقدر اميز بينه وبين الدليل المادي او الدليل التقليدي عشان استخلص الدليل من الدليل الالكتروني. زي ما احنا اتكلمنا قلنا بكده، والامر بيحتاج الى خبير فني متخصص لاستخلاص الدليل عن طريق المعالج الالكتروني اللي هو البروسيسور دوت، عن طريق الماده الخام اللي انا اقدر استخلص منها المعلومات بتاعتنا، اللي هي في الاساس بتبقى عباره عن بيانات، عباره عن ارقام وحروف وشفرات ورموز واصوات وغيرها. اقدر احولها عن طريق البروسيسور الى معلومات واستخرج منها المعلومات، ويعتبر هنا دليل له قيمه وحجيه في الاثبات امام القضاء الجديد. تمام؟ وبكده تمام احنا يا دكتور. خلصنا السؤال الثامن وهننتقل للسؤال التاسع. والسؤال التاسع للدكتور احمد. السؤال التاسع بيقول: عمليه التفتيش والتحفظ على الدليل الالكتروني بتختلف عن الدليل العادي، هل العباره صحيحه ام خطا ام ليست صحيحه على الاطلاق؟ اتفضل دكتور احمد. العبارة طبعا صحيحة. ألو، اه تمام يا فندم، التعليق بقى معلش. العبارة صحيحة طبعا، لأن احنا عندنا الدليل العادي بيتم التحفظ عليه في إجراء واحد أو في خطوة واحدة زي ما بنقول، والدليل الإلكتروني بيتم التحفظ عليه في خطوتين. الخطوة الأولى هي مأمور الضبط القضائي بيتم التحفظ على الجهاز اللي هو محل الجريمة يعني، ثم المرحلة الثانية هي فك شفراته عن طريق الخبراء أو التقنيين. إجابة ممتازة جدا، شكرا جزيلا يا ممتاز دكتور جدا أحمد. يا دكتور أحمد، بحييك عليها يا دكتور أحمد. تمام يا فندم، زي ما حضرتك قلت أشكر كده، حضرتك. إن إجراءات الضبط في الدليل العادي أو الدليل اللي هو التقليدي بتتم على مرحلة واحدة زي ما إحنا قلنا، قيام مأمور الضبط القضائي ب يعني ضبط شخص حائز لسلاح أو بيتعاطى مخدرات، بيتم التحفظ على قطعة المخدرات وبناء عليه بيترك أثر مادي زي ما إحنا قلنا، والدليل الالكتروني لا يترك اثرا ماديا زي ما احنا قلنا. بيتم الضبط على مرحلتين زي ما حضرتك قلت، هي مرحله الحصول على الدليل الالكتروني في عمليه الضبط طبعا بعد استصدار الاذن من القاضي المختص، والتحفظ على الكمبيوتر او الجهاز اللي هو الرقمي، وطبعا بيتم نقله خارج مكان الضبط وبناء عليه. بعد كده بيتم مرحله اللي هي مرحله ذات نفسها، اللي انا بفتش الجهاز نفسه واتحصل على دليل الكتروني من الجهاز الرقمي او الجهاز الكمبيوتر او التليفون المحمول، وزي ما احنا قلنا ده بيعتبر دليل على الجريمه، جريمه اختراق هاتف محمول او جريمه اختراق الكمبيوتر. وتعبير الكمبيوتر هنا بيطلق على الجهاز الكمبيوتر العادي او الكمبيوتر الرقمي، سواء كان تابلت او لابتوب او عباره عن الهاتف النقال او الهاتف المحمول. وكده يبقى احنا خلصنا السؤال رقم 9، وهننتقل للسؤال العاشر اللي هو بيقول: الدليل الالكتروني يقتصر على اثبات الجرائم الالكترونيه، هل العباره صحيحه ام العباره خطا ام العباره ليست صحيحه على الاطلاق؟ والسؤال للدكتور ايهاب. اتفضل دكتور ايهاب. العبارة خطأ يا دكتور عمرو. ممتاز جدا، تعليق بقى دكتور ايهاب. دليل الكتروني يقتصر على إثبات الجرائم الإلكترونية. لأن حضرتك ال إثبات الجرائم تمام يا لا دكتور ايهاب، التعبير بالظبط يا دكتور. تمام يا فندم، زي ما احنا قلنا قبل كده ان في عندنا مقوله غير صحيحه، اللي هي بتقول ان الدليل الرقمي بيقتصر على اثبات الجرائم الالكترونيه. دي مقوله غير صحيحه طبعا، لان الدليل هنا يمكن ان هو يتقبل في اثبات بعض الجرائم التقليديه زي جريمه الرشوه زي ما احنا قلنا، اذا قام شخص بتقديم ورقه ماليه لشخص محتشي، او التخامر عن طريق بعض المواقع الالكترونيه، او النصب وغيرها طبعا زي ما احنا قلنا باستخدام طرق احتياليه. تمام، وقلنا ان بيقول تمام اثبات طبعا جريمه الرشوه دي اللي هي كجريمه عاديه، عن طريق مثلا ارسال برضو بعض الرسائل عن طريق بعض مواقع التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك او الواتساب، وفي الحاله دي طبعا ممكن يقوم الشخص الراشد هو بارسال رساله الى موظف محتشي. وطبعا زي ما احنا قلنا ان الجرائم الالكترونيه يمكن ان انا استخدم الدليل التقليدي في اثباتها، يعني ممكن استخدم الدليل عليه عادي،
يعني ممكن اصور التدوير الصفحه. والتخابر والحاجات دي مظبوط. ممكن اصور الصفحه اللي حصل عليها التعليق على صفحه الفيسبوك او الواتساب وادخلها كمستند ورقي في الجريمه الالكترونيه اللي تمت عن طريق المواقع الالكترونيه او مواقع التواصل الاجتماعي زي ما احنا قلنا. وقلنا ان طبعا الدليل الرقمي دوت ما فيش طبعا يعني اقدر اثبته برضه بدليل عادي زي ما احنا قلنا، على اساس برضه ان الشخص اللي افترض جهاز معين وقام مثلا بارسال رساله نصب مثلا او انتحال او انتحال صفه شخص اخر، يعني ان انا اقدر اطبع الرساله ديت واعتبرها كمستند للدليل الالكتروني زي ما احنا قلنا. طب اسمح لي يا دكتور عمرو بعد اذن حضرتك. اتفضل يا فندم. استخلاص الدليل ده بالطريقه دي انا في اعتقادي امام محكمه الجنايات هيبقى مشكوك فيه. تمام يا فندم بالظبط كده. لان هو يعني انا لو محامي يعني وبدافع عن في نقطه زي دي امام محكمه الجنايات هشكك فيه، لانه يعني بنسبه كبيره يعني يمكن التلاعب فيه. بالظبط كده. ما احنا في عندنا طرق لازم ان هي يجب على الخبير ان هو يتبعها، يعني على اساس برضه ان هو يتحفظ على الدليل ويثبت وقت الضبط بالظبط اذا كان الكمبيوتر المحمول او اللي هو الكمبيوتر العادي دوت كان متصل بجهاز اخر من عدمه، يعني ممكن يكون متصل بطبعه، يكون متصل بالانترنت شبكه المعلومات اللي هي العنكبوتيه، وبناء عليه في الوقت ده ممكن ان الشخص الجاني دوت بيقوم بوضع برنامج معين في التحكم في الجهاز بتاعه عن بعد، وفي الحاله دي يتم برضه الغاء بعض الملفات اللي موجوده على الجهاز المخترق، وفي الحاله دي نقدر نثبتها عن طريق الخبير ذات نفسه يقدر يستخلص المعلومات اللي موجوده على الجهاز دي سواء تم اختراقها من الغير او لم يتم اختراقها من الغير، يعني لان طبعا الشخص المخترق دوت الجهاز الكمبيوتر ذات نفسه المبني عليه والضحيه بيقوم بتسجيل دخول الشخص المخترق على السجلات الخاصه بالكمبيوتر ذات نفسه وبيقوم بحفظ الملف دوت، وعندما بقى يقوم بقى الخبير المتخصص بفحص الجهاز الكمبيوتر للشخص المبني عليه والضحيه يمكن استخلاص الدليل من الكمبيوتر او الجهاز ده. ولكن طبعا ممكن ان انا اشكك في بعض استخلاص الادله زي ما حضرتك قلت ديت، يعني ملحوظه جيده جدا وبنشكر حضرتك فيها. وهننتقل بقى للسؤال الحادي عشر. السؤال الحادي عشر بيقول يجوز الاسناد بدليل الكتروني بدون اللجوء الى خبير؟ والسؤال للدكتور احمد نجم. اتفضل دكتور احمد. الاجابه طبعا صحيحه، ان اذا كان الدليل الالكتروني واضح ولا يحتاج او لا يوجد فيه لبس ولا يحتاج الى خبير فيمكن الاخذ به في القضايا. يعني اجابه صحيحه جدا. شكرا طبعا. زي ما حضرتك قلت فعلا ان الدليل الالكتروني او الدليل الرقمي بصفه اباق يعني احنا ممكن ناخد بيه طبعا بدون استعانه بخبير زي ما احنا قلنا، ممكن يقدمه شخص عادي زي ما احنا قلنا الامثله اللي اتقدمت قبل كده مثلا في القضاء الانجليزي طبعا ان احد مدير الفنادق قام بتقديم بعض السجلات الخاصه لنزيل وان المتهم ذات نفسه قام بالاعتراض على تقديم الدليل الالكتروني دوت من خلال السجلات الخاصه بالفندق طبعا، ولكن المحكمه ما خدتش بالدليل دوت طبعا. وطبعا لابد ان يكون الدليل ظاهر زي ما حضرتك قلت كده فعلا، واذا كان في يعني لابد ان هو يكون ما تمش فيه برضه بعض تعديل او تحريف طبعا، وان المحكمه الجنائيه في الحاله ديت بتكون هي الخبير الاعلى على اساس طبعا ان يجب ان يكون نظام التشغيل دوت ما حصلش فيه اي عطب او خلل يعني، وده بيتثبت عن طريق الخبير اللي بيتم انتدابه زي ما حضرتك قلت بالظبط كده، ويتم استخلاص الدليل من الجهاز اللي هو اذا كان الدليل ظاهر، واذا كان الدليل ده دليل ظاهر زي ما احنا قلنا بيتم ندب خبير فني متخصص ليتم استخلاص الدليل الالكتروني من الجهاز المراد البحث والتنقيب عن الادله الالكترونيه من خلاله. كده احنا خلصنا السؤال الحادي عشر وهننتقل الى السؤال الثاني عشر وده خاص بدكتور إيهاب. السؤال بيقول يمتاز الدليل التناظري بسهولة رؤيته،
هل العبارة صحيحة أم العبارة خطأ أم العبارة ليست صحيحة على الإطلاق؟ اتفضل تراقب. ايه يا دكتور عمرو، والله حضرتك المعلومة عندي مش حاضرة، بس الدليل التناظري ممكن تكون العبارة صحيحة. تمام كده دكتور إيهاب، فعلا هي الإجابة صحيحة، فعلا الإجابة واضحة أنا إن هي استفدت صحيحة فعلا، إن هو يمتاز الدليل برضك، أنا التنظيمي بقول بالشريعة. لحضرتك التعليلات التعليل النموذجي لسه انا ما وصلتوش يا دكتور عمرو، فاسمح لي انا بعتذر لك يعني. ما فيش مشكلة دكتور إيهاب، زي ما حضرتك شايف كده إن الدليل التنظيمي زي ما إحنا قلنا بيمتاز بسهولة رؤيته، زي ما إحنا قلنا إن أنا أقدر أنسخ الدليل دوت على ورق عن طريق الطبعة، أو أن نعرض إن الدليل دوت على أنا جاوبت الإجابة دي يا دكتور عمرو مستخلصة من الإجابة السابقة ليا. بالظبط يا فندم، أنا بسمع حضرتك، اتفضل. يعني نفس المعلومة، بس أنا يمكن عشان الواحد مش مركز برضك، فهو زي ما حضرتك قلت هي دي اللي بتفرق معانا وقت الامتحان يا دكتور عمرو. لا هو الإجابة واضحة، يعني زي ما حضرتك قلت كده فعلا، هو نفس الكلام، إن الدليل التناظري دوت القضاة وسلطة التحقيق بيرتاحوا للدليل ده اللي هو أمامهم، ملموس أمامهم. مظبوط حضرتك، لان الجهاز التناظري زي ما احنا قلنا بينتج عنه دليل ان انا اقدر انسخه على ورقه مطبوع او اقدر اعرضه قدام سلطه التحقيق، سواء كان بقى وكيل نيابه او قاضي جنائي، وفي الحاله دي بيبقى له قبول يعني قدام رجال الضبط ذات نفسهم ورجال التحقيق والقضاه ذات نفسهم بصفه عامه والمحامين برضه، يعني طبعا يبقى دليل مرئي ويسهل رؤيته ويبقى دليل قوي ومنتج في الدعوه ذات نفسها طبعا. تمام، زي ما احنا قلنا اللي هي اشرطه الفيلم طبعا بالنسبه للكاميرات التقليديه، يبقى عندي في الكاميرا العاديه طبعا شريط الفيلم اللي هو تم تصويره بالفعل، ده يعتبر دليل تناظر ان انا اقدر استخدم شريط الفيلم دوت واطلع منه بعض الصور اللي هي مطبوعه على الورق زي ما احنا قلنا، او في عندنا برضو بعض الاجهزه اللي هي الخاصه بقياس نسبه الكحول، على اساس برضو ان مامور الضبط القضائي ممكن ان هو يقوم بتحليل العرق الناتج عن الشخص اللي هو المراد